نحن في استقبال شهر كريم مبارك، شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن، شهر مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، شهر المسارعة إلى أنواع الطاعات والملامسة في الخيرات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية أخرى فتحت أبواب السماء، وهذا يبشر بخير، وأن الله جل وعلا يجد على عباده بأنواع الخيرات ويهديهم لأنواع الطاعات التي تصعد إلى السماء مع هذه الأبواب المفتحة، ويوفقهم لأسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إنه قد أتاكم شهر رمضان، شهر يجود الله فيه على عباده، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء. فأهو الله من أنفسك خير، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأهو الله من أنفسك خير، معناه الحث على التقرب إليه بالطاعات والمسارعة إلى الأعمال الصالحة من الصلاة والصدقات والإكثار من تلاوة القرآن الكريم في الليل والنهار، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير هذه من الخير. ومن ذلك الإكثار من الصدقة والإحسان والدعوة إلى الله، تعليم العلم، توجيه الناس للخير،